طب انا عايزك تقولي الو بس جامد. الو جامد. الو الو هي يا ماما. لا ده الصوت لا يخطئ ابدا. طبعا معانا الاستاذه رفاق النحاس والده طبعا كابتن غاده حسام. في البدايه برحب بحضرتك وبقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب وانت بصحه وسلامه. واهلا بحضرتك كمان. انا عايز اقول لحضرتك يعني انت كان ليكوا دور كبير جدا يعني مع غاده ان هي توصل لهذه المرحله ومرت بصعاب كتير، انت دعمتيها في هذه الصعاب. لا والله يا كل ام اكيد بتعمل اكتر من اللي انا بعمله. يعني كل ام بتحب ولادها يكونوا في احسن مراكز واحسن ناس موجوده على وش الارض. يعني طب قولي لي من البدايه، من اول ما كنا بنلبس ونودي التمرين وناكل ونعمل الاكل في العربيه ونوصل، كلميني عن كلميني عن الرحله دي. لا هي الرحلة طبعا طويلة بس يعني الحمد لله يعني ما كانوش متعبين زي الأولاد التانيين. يعني فالحمد لله كنا من مدرسة للتمرين للبيت نراجع والدروس والكلام ده أكتر من كده يعني. بس الحمد لله يعني كان في صعوبات شوية بس الحمد لله. طب هي كانت شقية وهي صغيرة ولا كانت يعني هادية كده؟ طب وليه كده؟ طب يعني لا عايز الحقيقه، خلي بال حضرتك برضو يعني ما فيش احراج خالص. كانت شقيه وكده وبتاع ولا كانت هاديه؟ يعني لا هي كانت شقيه عن اختها خالص. يعني شقيه ماما مش مشكله. قولي له انا كنت شقيه ما تخافيش عادي. هي اعترفت حضرتك مش عايزه تقولي برضو الام عماله تداري برضو مفيش فايده برضو. طب قولي لي بس على فكره بيقولوا ان الولد او البنت لما بيكون شقي وصغير بيبقى ذكي. يعني بس ما يطلعوش على البيت يعني يطلع ما يطلعوش على البيت يعني. لا انا بصي ردود حضرتك دبلوماسيه وانا الحقيقه يعني شايف برضو يعني الام هنا عماله. لا انا عايز حضرتك تخش في الصميم وتتكلمي، خدي راحتك برضو. قولي له يا ماما ان انا ما كنتش شاطره قوي في الدراسه عكس ساره. كنت بحب العب كتير وبالنسبه لي كان التمرين اهم حاجه. ممكن ما اروحش درس وما اروحش المدرسه بس اروح التمرين، وكان عقابي ان انا ما اروحش النادي او ما اروحش التمرين. يا بابا كان اوقات كتير الكابتن يكلمه غدا ما جاتش ليه؟ لا غدا مش جايه النهارده، غدا متعاقبه عشان ما ذاكرتش كده. شفت الاعترافات دي حضرتك بقى على الهوا اهو. شفت يا ايوه لا هي اعترفت يعني بكل حاجه. ايوه انا صريحه يعني النفس بتعترف بنفسها. انا ما اقدرش اقول حاجه زي كده طبعا. صريحه النفس انا. طب قولي لي يعني برضه انا عايزه يعني حته مهمه جدا نتوقف عندها، لما غدا بقت ام ويونس وصل بالسلامه وقلنا لا هنبطل هنلعب، كان راي حضرتك ايه؟ لا والله يعني انا يعني هي قالت هبطل وقلت لها ده قرار ليكي ولجوزك ده في اول حاجه. وبعد كده حسيت ان هي لا هي عايزه ترجع. قلت لها انا عايزه ترجعي، انا في ظهرك واللي انت عايزاه كله انا هعمله لك واللي بايديا هعملها لك. يعني ابنك هيبقى معايا ما تقلقيش عليه، معسكرات تدريب اي حاجه انا معاك يعني. والحمد لله جابت نتيجه يعني الحمد لله. طب لو ما ذاكرتش كده ممكن تعاقبيها ازاي دلوقتي؟ اخد منها يون. ده مش عقاب حضرتك، ده كده عشان تروح التمرين كده بساعديها. لا 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 هي دلوقتي ام وعارفه طبعا الاحساس الابن بالنسبه لها دلوقتي. لو خدته منها دلوقتي هتعمل ايه هي؟ طيب بس هي حضرت الماجستير وبتذاكر لوحديها، خلي بالك واكيد في دكتوراه، هي مش محتاجه دلوقتي حد يقول لها تذاكر. لا ازاي برضه، لا اختها كانت دعم ليها وبتعمل معاها كل حاجه بسم الله ما شاء الله عليهم هما الاثنين يعني. وساره معاها في نفس المجال برضه مش كده؟ ساره لا ساره لسه حاليا بتحضر الدكتوراه بتاعتها، خلاص هتناقش يعني ربنا يسهل يعني. ما شاء الله. طبعا الاستاذه رفاقة النحاس والده طبعا كابتن غاده حسام، بشكرك وبقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب وانت بتحط سلامه. وشكرا لحضرتك. شكرا جزيلا.